موضوعنا النهاردة اسمه بيت ميخا. إيه اللي حصل في بيت ميخا؟ اللي حصل إن ميخا هو في بيته وجد 1100 شاقل فضة، مبلغ كبير، 1100 شاقل فضة. واضح إن عمل تمثال منحوت، تمثال مسبوك، وقصة كبيرة من 200 شاقل بس. فلما لقاها ركانها، خدها من مكانها وحطها في حتة تخصه هو، وواضح إنه ما فيش حد ممكن يكون بيمتلك هذا الكم من المال إلا أمه، هو ما يمتلكوش، مش بتاعه ده من اللغة. خدوا وركنوا في دلابه مثلا، وبعدين أمه ما لقيتش المبلغ، حطها في حتة ما لقيتوش. فلما ما لقيتوش حصل لها شعور بالضيق الشديد، وابتدت تفكر مين اللي خد المبلغ ده واتاخد مني ازاي، واللي واضح ان البيت ما فيهوش حد غريب انها تشك فيه وان يطلع اسمه هنا، شكت في فلان. فما عرفتش تعمل ايه، فمن غيظها راحت لعنت الشخص اللي خد الفلوس دي. وفي هذا اللعن كان ميخا موجود، وعشان كده بيعاتبها على كده، كان ميخا موجود وسمع بودانه اللعن. فلما هي لعنت، ما نعرفش وقتها ولا بعديها بيوم بعديها بيومين، لأنه بيفكرها يقول لها إيه، 1100 شاقل الفضة التي أخذت منك وأنت لعنتي وقلت أجل في ذني، مش فاكرة لما قلت لي في وداني، وداني الاثنين دول سمعوا اللعن، أنا خدتها، ليه اللعن، ليه الاحتداد ده، ليه يعني تلعني ولدك؟ فراح على طول بركته، هو ذا الفضة معي أنا خدتها، حتى ما كانش رجعها لسه. على طول أمه سحبت اللعن وقالت مبارك أنت من الرب يا ابني، بعدين رد 1100 شاق الفضة لأمه. هنا حصل اختلاف في وجهات النظر، لا نعلم ما الذي دعا ميخا إنه يأخذ الفلوس دي ويحطها في حتة بتاعته هو. طب ما تقول لأمك يا ماما الفلوس دي بتاعتك ورجعها لي، افرض سايباها في المطبخ، سايباها فوق ترابيزة الأكل، في أي حتة، ما تقول أنا لقيت مبلغ كده، مبلغ مش صغير، مبلغ كبير. لا، ما قالش. وبعدين نقرأ من بين السطور إنه هو كان عنده فكرة معينة خلته ما قالش. إيه الفكرة دي؟ كان نفسه يعمل حاجة عظيمة قوي في حياته، في بيته، والإمكانيات المالية ما كانتش موفرة له العمل العظيم ده. إيه العمل العظيم ده؟ نفسه يكون عنده بيت للآلهة، بيت للآلهة، الله ساكن في بيته. إيه ده؟ حاجة جميلة جدا، حاجة رائعة جدا، بس ما عندوش إمكانيات مالية يعمل كده، لأن الله عشان يكون الله لازم يبقى فلوس كتيرة تعمله، ما لا تعمل ربنا ده إزاي؟ فما كانش عنده هذه الإمكانيات. فهو لما وجد 1100 دي ركنها، وقصده وأمله أنه يعني ما حد سأل عليها بعد شوية يستخدمها. اختلاف وجهات النظر أنه أمه سألت ونرفزت واتضايقت، طبعا مبلغ كبير اتاخد منها، فلعنت، لعنت الشخص اللي خد. هو اتخض لأنه برضو راجل طيب، اتخض، لا أمي لعنت، مصيبة، هروح في داهية، أنا عايز بيت للآلهة ولا عايز أروح في داهية؟ هو الحقيقة عمل الاثنين، عمل بيت للآلهة وراح في داهية برضو. مبارك أنت من الرب يا ابني، فرد 1100 شاق الفضة لأمه. في هذه النقطة قبل ما يرد أو بعد ما يرد، غالبا جدا بنفهم برضو من الصورة، عاد ما نقدر نفهم يعني،
إنه قال لها أنا كان نفسي في بيت للإله. قالت له خلاص يا ابني، تقديسا قدست الفضة للرب من يدي لابني. اعمل اللي أنت في قلبك، اللي أنت بتشتهي، اللي هو حلو في عينيك. لعملي، غالبا ده التفاصيل، لعملي تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. إيه التمثال المنحوت وإيه التمثال المسبوك؟ التمثال المنحوت مش منحوت من فضة، المسبوك هو مسبوك من فضة. التمثال المنحوت هو كبير، تمثال كبير منحوت من خشب، يعني ده الإله الرئيسي اللي في البيت، ده الإله الكبير، منحوت من خشب ومطلي بفضة. سيح الفضة ويطلو هذا التمثال، يبقى حاجة كبيرة بس ما تكلفش كتير، خشب ومطلي من فضة. التمثال المسبوك هو نفس الشكل غالبا، يعني أنا بتخيل نفس شكل التمثال المسبوك المنحوت، بس ايه، سبيكه فضه كده، حاجه زغنطته كده، يعني تمثال كبير يخض لداخل البيت، بيت الالهه، حاجه كبيره قوي. فاكرين داجون بتاع الفلسطينيين؟ حاجه ضخمه جدا. وبعدين كتكوت صغيره بس ثمنه غالي، اللي هو ايه، المسبوك ده اللي هو من فضه. وبعدين عمل ترافيم. ايه الترافيم دي؟ الترافيم اللي هو لبس رئيس الكهنه، عمل اللبس ده ومذكور في سفر الخروج، عمله، جاب المواد بتاعه قد ما قدر يجيبها وعملها بقى لبس غير اللبس العادي، عشان الكاهن يلبس لبس فخم. وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين هذا واحد من عياله، ربما اطيب واحد من عياله، تعالى واد انت، ايه رايك؟ اخليك انت الكاهن بتاعي، انا لازم لي كاهن. خلاص يابا ابقى الكاهن بتاعك. وراح ملبسه ايه؟ الافود. الترافيم دي اللي هي بتبقى الالهه الصغيره، اللي هي التمثال المسبوك ده، ده اسمه ترافيم. اما المنحوت ده، ده الله الكبير بقى اللي هو موجود في بيت ميخا، باسط قوي ميخا. من ضمن الحاجات اللي فيها اختلاف وجهه نظر شويه، ان هي قالت له انا قدست الفضه لابني لعمل تمثال منحوت ومسبوك، لكن ما اديتهالوش كلها، اديت له منها كام؟ 200 من 1100، مش يعني حوالي 20% تقريبا، عشان التمثالين والأفود كمان. كل ده ما عملش أي خلاف بين ميخا وأمه، طيبين أوي، ما جراش حاجة. لا اللعنة عمل خلاف، ولا قاعد يفكر كل شوية أنت لعنتي أنت لعنتي، ولا إن هو خد الفلوس وخباها طبعا ما شفتهاش، ولا ده عمل خلاف بينهم بعض. عيلة ناس طيبين أوي، عقلين. انا اختلف ليه؟ وهستفيد ايه لما اختلف؟ واقعد انا افكر في ابني واقول عملت، واللي انت امي عملتي، والبيت يتقلب خناق ليه؟ ناس عقله، ناس عقله عايشه بتعقل، ناس موزونه، لانهم ناس ما عندهمش شر في قلوبهم، ما عندهم شر في قلوبهم. لا ميخا عايز يكيد امه ويغيظها، ولا امه عايزه تكيده ولا تغيظه، هم مسالمين لبعض، عايشين حلوين مع بعض، ناس حلوة قوي. وجات حاجة بقى خلت ميخا يتأكد 100% بلا جدال ولا منازع إن ربنا راضي عليه خالص. إيه الحكاية اللي حصلت دي؟ فجأة واحد غالبا رزقه جل خالص، فقال ألف في إسرائيل فوق وتحت، ولف فوق الحجم، ألاقي لي حتة أعيش فيها، من الرزق بتاعي مش كبير. الراجل ده إيه؟ ده لاوي، وكان متغرب عند يهوذا. قابله ميخا قال له أنت من فين؟ قال له أنا لاوي
من بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب لكي أتغرب حيثما اتفق. أنا بدور على مكان أقعد فيه. ميخا لمعت فكره، موضوع جميل جدا، موضوع جميل قوي، يدل أن الرجل طيب جدا. قال إيه؟ طب ليه يكون ابني في البيت، يعني أنا خلفته يكون هو الكاهن بتاعي؟ ده أنا ربنا بعت لي يعني كاهن أصلي. هو الحقيقة لا كاهن أصلي ولا حاجة، لأن ده لاوي مش من نسل هارون، ده لاوي ده مش كاهن، لكن لاوي بيخدم الكاهن، شغال مع الكاهن، بيساعد الكاهن. فقال له اسمع بقى، أقم عندي وكن لي أبا وكاهنا وحديك أجرة. أنا أعطيك 10 شواقل فضة في السنة، شقل إلا شوية كل شهر، حل الثياب في السنة وأكلك. فرح اللاوي، قال لك ده إيه، هنوفر فلوس يبقى عندنا أراد وهناكل، والحل الثياب تكفيني طول السنة، انبسط خالص. فرضي اللاوي بالإقامة مع الرجل. هل حصل خلاف بين اللاوي ده وبين ابن الرجل ده اللي هو كان قبل كده كاهن؟ ولا نسمع فيه خلاف خالص خالص. ما نسمع ايه؟ ايه اللي بيقوله الكتاب هنا؟ يقول فرضي اللاوي بالإقامة مع الرجل، وكان الغلام له ايه؟ كأحد بنيه. ده ايه الحلاوة دي يا ميخا؟ ما سمعناش عن حاجة زي كده في التاريخ يا اخي. ده انت شلت ولدك وجبت اللاوي، ومن اللاوي يبقى واحد من ولادك، ده ايه الانسجام ده؟ ده ناس طيبين بشكل يا اخي، العيلة دي طيبين قوي، بس ما لهمش ملك. طيبين قوي، ياما ناس بيوتها كده لكن بدون ملك. لم يكن ملك في اسرائيل، الله مش موجود في القصة دي. الدنيا آخر حلاوة، آخر انسجام، لا في صراخ في البيت، لا في زعيق في البيت، لا في نرفزة. ولما حصل حتة نرفزة اتعالجت بسرعة وخلصت ومتكررتش تاني، بتاعت الفلوس اللي راحت دي. البيت منسجم انسجام، يا للحلاوة يا للجمال. استمروا مدة في هذا الوضع، وبعدين يقول لنا الكتاب حكاية تاني غريبة، انه سبت دان كان لهذا الوقت ملوش سكن. ودي حكاية غريبة جدا، ما خدوا في مكان، المكان ضيق عليهم خالص. اخر قاضي لاسرائيل كان اسمه مين؟ شمشون. كان من سبط فين؟ هو نفس سبط ده، سبط دان. بعد ما مات شمشون ابتدوا عايزين نعمل حاجة، بعتوا 5 رجالة من عندهم، الخمسة بيلفوا في الأرض وسمعين إن في حتة فوق كده كويسة اسمها لايش، رايحين للايش. بيت ميخا كان في السكة، ربنا رتب الترتيب ده إنه إيه؟ إنه الخمسة دول يبيتوا عند ميخا. ميخا بيتهم وما بيتهمش، راجل طيب، ادخلوا معانا، ادخلوا معانا. دخلوا بيت ميخا، وبعدين في البيت هناك كده بصوا لمحوا، هم بيقول لك سمعوا صوت الغلام اللاوي، وبقى قربوا هناك لقوا التمثال الحيلمان الكبير ده. انت مين انت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ فحكى لهم الحكايه، ان ميخا استاجرني وكل كاهن. خمروها في قلوبهم. ايه اللي خمروه في قلوبهم؟ ما حدش يعرف. وبعدين راحوا شافوا لايش دي، لقوا انه سهله جدا ويقدروا يخلصوا عليهم بسرعه ويمتلكوا الارض، وفعلا حصل يمتلكوا الارض. رجعوا قالوا لاهلهم تعالوا معانا، طلعوا معاهم 600 واحد متسلحين بالقوه، وبعدين برضه وصلوا بيت ميخا. هي السكه دي اللي عشان يروحوا اللايش. وقفوا لحظه،
المكان ده البيوت دي فيها إله منحوت وترافيم ليد إله المسبوك وأفود فكروا في غلام لاوي فكروا تعملوا ما خرجش ثانية هاتهم وتعالوا أو هاتوهم وخمسة لدخلوا دخلوا الخمسة بيت ميخا طبعا دخلوا قبل كده الغلام رحب بيهم نعرفش ميخا كان وقتها فين وجاز في البيت برضو ما نقراش عني ما نعرفش كان نايم والغلام الكاهن ده طلع قاعد مع الجيش اللي بره 600 واحد مسلحين ودول دخلوا وخدوا ايه خدوا الآلهة بتاعت ميخا والأفود والترافيم وكله وطلعوا الراجل ايه ده تعملوا ايه اتخض واخدين ده ليه هي كلها اخد في اخد ميخا خد الالف ومية وبعدين خد المتين وبعدين عمد الآلهة وبعدين خدوا له الآلهة دول كلها اخد في اخد سمعت المثل لك الدنيا أخذ وعطى الدنيا أخذ وعطى تاخد النهاردة من غيرك بكرة تاخد منك خدوا الهيصة دي كلها وطلعين ده بيعلي صوت اخرس تقول الكهن اخرس هاي بقولوش اخرس ليه من مصلحته اخرس وكلنا أبا يعني انت تبقى أب الرجل واحد وعيلة واحدة والأب اللي صبت في إسرائيل طبعا إسرائيل ده كلمة كبيرة قوي الرجل إذا قال لا ده انا هستفيد انا بالحكايه دي هستفيد انبسط جدا طاب قلبه استريح هو اللي خد بقى الحاجات دي انا اقول لكم اب انا احب الحكايه دي قوي ميخا سمع ندى شويه بيوت من اللي جنبه الناس خدوا سرقوا الهتي ايه ده سرقوا الهتي اللي انا عملتها ده قصه كبيره في حياتي الالهه دي من طيبة قلبي ومن أمانتي ومئة شعار أطلقه في الآخر ضيع مني جري وراهم كانوا هم مش قليلين كتار اللي جريوا يعني لا يقل عن 200-300 بس لكم 600 فلما دوكم مشوا صبت دان خلوا العيال والأموان قدام عشان هم متوقعين ميخا جاب من وراهم بدل ما يعملوا العكس اللي هم يحاربوا والدولة وراهم كانوا المون والعيال دلوقتي قلبوا الوضع فجي ميخا بيصرخ من ورا بصوله كده يا زي تصرخ ليه بصرخ ليه خدتوا آلهتي وخدتوا اللاوي بتاعي انا بهدلت خلاص قالوا له اسمع امشي احنا نفوسنا مرة ورايحين نحارب بدل ما نخلص عليك انت ولا معاك هو بس كده عدهم لهم 600 وهو 100 ولا 150 ولا 200 راح مروح حالته ايه مكسور الجناح مهزوم تعبان قرفان كل ما بناه من اول ما خد الالف ومية شاقل دي لغايه دلوقتي كل راح لا عنده آلهة ولا عنده لاوي ولا عنده افود ولا ترافيم ولا حاجه خالص ده بيت ميخا بيت ميخا المسيح تكلم عن هذا البيت في الموعظة على الجبل وقال الرجل الجاهل بنى بيته على الرمل ايه الرمل ده الرمل هو ما يحسن في عينيه اللي هو شايفه كويس في حياته اللي هو شايفه مستساغ في حياته اللي هو بيروق له يروق لميخا يعمل آلهة وقدر يعمل آلهة يروق لميخا يكون له كاهن وكاهن مخصوص بتاعه والكاهن المخصوص ده بيعرف يعمل ايه بيعرف يرطب قلب صاحبه الكاهن الصحيح يوبخ ينتهر يعظ لكن الكاهن المخصوص يرطب يلين يهدي عاش حياة هادية جميلة يا كاهن اعمل ايه النهاردة هو بص في عيني كده عايز اعمل ما يحسن في عينيك اعمل اللي انت عايزه يا سلام انت كان طيب قوي ويذهب ميخا الى طريقي ويفعل ما يحسن في عينيه
لغاية لما جت حاجة قالها المسيح برضو في حكاية البيت المبني على الرمل ده. إيه اللي حصل؟ جاءت الرياح، هبت الأمطار، جاءت الزوابع، سقطت على ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. يا ده اللي حصل لميخا وهو رجع بيته فاضي متنفض ما عندوش حاجة خالص خالص، ولا أمل في حياته ولا رجاء في حياته. ليه؟ لأنك بنيت حياتك على الرمل يا ميخا. رمل ليه؟ ده أنا عايز بيت الآلهة. ومن قال لك إن في حاجة اسمها آلهة؟ أنت سمعتها فين دي؟ مكتوب يوجد آلهة كثيرون، لكن ألم تسمع ما هو مكتوب في الناموس؟ الرب إلهك رب واحد، إله واحد هو الله القدير. أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يا راجل أنت اللي اسمك ميخا، مكتوب في سفر القضاء اللي أنت فيه اللي قالنا حكايتك دي، إن التمثال المنحوت ده أقاموا سبت دان إلها لهم إلى وقت سبي الأرض. تاريخك اللي أنت عملته سبب في زنا سبط كامل عن إله إسرائيل، في ابتعاد سبط من أسباط إسرائيل تماما عن الرب. اللي أنت عملته ده سبب إن سبط دان غير مذكور في الاثناشر سبط اللي في سفر الرؤيا. دان مش مذكور هناك خالص، ده دليل ان ما اقل اللي خلصوا من سبط دان، ناس خلصوا منهم مش مشهور خالص من سبط دان، ما اقل اللي خلصوا منه. اللي انت عملته رهيب امام عيني الله يا ميخا، بطيبة قلبك وسذاجتك وخداعك لنفسك. انت باني املك وحياتك كلها على الرمل على الخراب. فين الصخر في حياتك؟ فين الله في حياتك؟ راجل طيب، لذلك هدم بيتك يا ميخا، هدم بيتك مذكور في سفر القضاء لنتعلم منه ما نعملش زيه ولا نعمل زيك. حياتك كلها ممتلئة فساد، وأول فساد فيها أنك سرقت من أمك، أنت سرقت، لكن كل خطية لها غطا وبتغطيها، ومتصور انك انت عشان ذوق مع البشر وعلاقتك هاديه مع الناس، ما انت شتام ولا محتد الطبع، فاكر ان دي يعني حياه هادئه طيبه مستقره. ستاتي الرياح وتاتي الاعاصير وتهدم بيتك لانه غير مبني على الصخر. أحبائي، الدرس المهم جدا أن نأخذ من بيت ميخا، ما هو بيتك؟ وأرجو أن تعرف أن الكلام عن بيتك الشخصي، أنت ومراتك وولادك، أو أنت واللي ساكن معاهم، أي ما تكون ساكن مع مين، وبيتك اللي ساكن فيه مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ من فضلك تأمل شوية. هل الله هو صاحب السلطان على حياتك؟ هل المسيح صخر الظهور هو أساس بيتك؟ هل أنت ساكن تحت ظل القدير؟ هل أنت تبيت تحت ظل القدير؟ هل الرب هو حميك؟ وبعدين هقول لك كلمة أخيرة. بيتك اسمه بيت فلان، يعني حط اسمك مثلا، أنا اسمي لطيف، هل بيتك اسمه بيت لطيف؟ وانت برضو حط اسمك، بيتك اسمه بيت فلان، هبقى زي بيت ميخا. طب ما نسمي ايه؟ التسمية موجودة في الكتاب يا حبيبي، التسمية موجودة في الكتاب، وبيته نحن. يبقى انت بيت مين؟ انت بيت الله، وبيته نحن، الله يسكن فيك. الله أساس حياتك،
الله حجر الزاوية في حياتك، الله هو القائد لحياتك، الله هو الساكن فيك. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هيكل الله وروح الله يسكن فيكم وبيته نحن؟ ليس لك آلهة، لكنك عبد لله الحقيقي الوحيد، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وهو الذي يسود على حياتك، ليس فيها تغطية للشر، تخفيف للخطية، تفعل ما يحسن في عينيك وتبرر قدام أمك وأبوك وجوزك وإخواتك، لا، لكنك تقول لله: انظر إن كان فيه طريق باطل واهدني طريقا أبديا. شهوة قلبي يا سيدي، شهوة قلبي يا سيدي، شهوة قلبي يا سيدي، مش يكون لي بيت، وأنا مين أنا عشان يكون لي بيت، لكن شهوة قلبي أكون أنا بيتك، وأقول وبيته نحن. وحتى وبيته نحن دي فيها لي إكمالة: إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره إلى النهاية. أي لازم تكون أمين، أنت بتقول كده، لازم تكون أمين وتتمسك بثقة الرجاء، واثق في رجائك، واثق في أبديتك وافتخاره، افتخار الرجاء: أنا للرب، أنا للرب والرب لي، أنا لحبيبي وحبيبي لي. هذه البيوت اللي هي كلها بيت واحد، كلها بيت واحد، وسيجمعنا الرب إلى هذا البيت ويأخذنا إليه حتى نكون معه كل حين. ده البيت الأبدي. أدخل إلى فرح سيدك. إنما البيوت الأرضية كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، هذه للأسف للهلاك والخراب والسبي الأبدي. ولإلهنا كل المجد الأبدي.